بالنسبه للاكل في الليل معطل وعلاقته بالوزن حيت هو انا الا كليت ثقيل في الليل وكليت داكشي مدسام وهادي وديريكتومون نعست سي نورمال نزيد في لو بوا حيت انا ما تحركتش موراه. مي هذا ما كيعنيش انني ناكل كيف ما بغيت في النهار وحتى الليل عاد اللي نقص، لا نحاول بما امكن النهار كله يكون عندي متوازن، فهمتي؟ هي كتنقص الماكله في الليل شويه وما نرد البال انه الماكله ما تكونش مدمه معاياش كليت مثلا وشحال موراها عاد باش نعست بحال هادشي. مي ماشي ما كيعنيش انه ناكل كيف ما بغيت في النهار واللي اللي نحيد العشاء مثلا وغادي نضعف. لا الله، واش ممكن ناكل اللي بغيت في الفطور؟ هذه ما كايناش، ما كاينه حتى وجبه ممكن ناكل فيها كيف ما بغيت وصافي حتى الليل ونقص، لا خاصني حتى لو كور ديالي بحال دابا الا كليت مره وحده هو البونكريا باغ اكزومبل عطيته بزاف ديال السكر، دونك انا درت واحد بحال نقول له واحد عطيت جهدت على لو كور ديالي، دونك انا عوض ما ندير بحال هكا نقسم الوجبات ديالي في النهار. كل وجبه ناكل دابا المشكله فين كاين عندنا حنايا؟ عاد كيكون عندنا في لي زيكسي، دونك الواحد كياكل كثر من داكشي اللي هو محتاجه، دونك انا نعطي لو كور ديالي داكشي اللي محتاجه في الطور. دونك انا في الطور مثلا نقولوا حنايا باغ اكزومبل اللي خديت مثلا اون تيزان خديت معاها ان كار دو بان ولا نقولوا 3 بان دومي باغ اكزومبل ولا 2 وخديت معاها اومليت وفرماج، هذا مزيان. مي مثلا الا فطرت خديت باغ اكزومبل غيفا وخديت دي فينوازري ومعاهم ان جو ما يمكنش، دونك هذا ما كيعنيش الا درت هكا صافي في العشيه نقص الماكله غادي نقص الوزن، لا نحاول ناكل متوازن في كل وجبه وصافي.